السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل نموذج سهل جدا وبسيط على اني لوجيك، هنتكلم فيه عن السبلاي تشين وهنتعلم فيه ازاي نضيف خريطة والجايس. فاقول له كرييت موديل، بيقول لي عايز اسمي الموديل ده ايه. هقول له مثلا سبلاي تشين، ومش هيفرق يعني لو قسمته اسم تاني ما فيش مشكلة خالص. طيب دي ممكن نخليها مثلا بالساعات اور او دايز، تمام، مش هينفع بالثواني. عايز سيف فين الجافا باكج هتسميها ايه، واقول له فينيش. هنيجي هنا على السبيس ماركاب وهنختار الجاي اس ماب. لما بنعمل سيلكت للخريطه بيبدا يظهر لي الخصائص بتاعتها هنا، فتقدر تغير الاسم لو انت عايز تخليها فيزابل او انفيزابل. وهنا البروفايدر تقدر تختار من هنا، ممكن تختار اني لوجيك او اوبن ستريت ماب كلاسيك او اوبن ستريت ماب، كل الحاجات دي تقدر تختار منها جيرمان او اي حاجه انت عايزها. فاحنا هنختار من هنا اني لوجيك. ممكن اجي هنا في الروت تايب واقول له ان ده كار او ريل او بايك او فوت زي ما انت عايز. طيب انا عايز احدد من هنا حاجه معينه، فممكن تيجي هنا اديت مود وتقول له مثلا انا عايز ريجن مثلا معين وليكن ايجيبت، وتدوس سيرش فهو يبدأ يعمل زوم على المنطقة اللي احنا اخترناها. بيقول لي انت عايز اني جزء، فهقول له مصر، تمام اهو عمل لي عليها علامة هيت، تمام اهو ده الجي اي اس سيرش روت ريزولت، النتيجة بتاعت البحث بتاعنا. عايز سنرا كليك واقول له كونفرت تو جي اس. في الماوس ببدأ أعمل زوم على المكان اللي أنا عايزه، وبعد كده هدوس رايت كليك عشان أخرج من الإيديت مود اللي أنا شغال عليه، فينيش ماب إيديتنج. فدي الخريطة هي بقت بالشكل ده. طيب ممكن أجي مثلا على أي نقطة هنا وأقول له أنا عايز إن ده روت فروم هير، تمام، وأجي على أي نقطة هنا مثلا وأقول له روت تو هير. هو بقى يبدأ يشوف هتمشي إزاي. طبعا مش هيمشي خط مستقيم، هيبدأ يدرس الطريق ويبدأ يقول لي هتمشي انسب طريق واقصر طريق يمشي ازاي، ومديله نقط لو انا حابب ان انا اعدل على الروت اللي موجود اقدر اعدل. طيب محتاج ان انا اضيف وكيل ليا او ايجنت، فاجي هنا واختار ايجنت ماي ايجنت. تقدر بقى تغير الاسم زي ما انت عايز. بيقول لي انت عايز population of agent ولا single agent، اختار. فبيبدأ يقول لي بقى انت هتسميه ايه، اي اسم انت عايزه، اقول له next. فبيقول لي انت عايز تحط ايه، فانا اقول له مثلا عايز حاجة 2D. وابدأ اشوف بقى هل انت عايز شخص، لا ده انا عايز مثلا محل او عايز مصنع، ممكن تقول له warehouse مثلا اهو. لو في برامتر عايز تضيف برامتر تقدر تضيف البرامتر اللي انت عايزه. ممكن تضيف برضو نقاط بطريقة تانية من هنا، احنا ضفنا المابس من هنا، فانا هقول لا ده انا عايز جائس بوينت، تمام. خلينا نحرك الخريطة كده، خليها في النص. لو انت عايز تضيف مثلا نقطة هنا وبيديك الخصائص بتاعتها، مثلا هنا في قلب الصحراء، تقدر تتحكم في الخصائص بتاعته زي الاسم زي الشكل بتاعه زي خطوط الطول والعرض الريديوس، كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها لو انت حابب، تمام. هو اوتوماتيك هيعدل زي ما انت عايز. ممكن تقول له كرييت ايجنت او سيلكت اليمنت لو انت حابب، ممكن تعمل له اوردر، ممكن تعمل له لوك تقفله. طيب خلينا ندوس على زرار المحاكاه. فهيظهر معانا بالشكل دوت.
طبعا لسه مفيش شغل احنا عملناه، فخلينا نيجي هنا ونقول له ان احنا عايزين نضيف ايجنت. ممكن تديله اسم مختلف لو انت عايز. هقول له بقى عايزين بقى population new agent ويخليه 2D، وممكن ده بقى نخليه زي الريتيل، ده اللي هيبقى فيه المخزن الحاجات. next، ونقدر نحطه في اكتر من مكان. ممكن نضيف برامتر عبارة عن ايه، عبارة عن اللوكيشن. طيب ممكن نخليه ايه، ممكن نخليه سترينج كتابة، تمام، يعني اسمه ايه مثلا. تمام نيكست، ماشي فينش. ممكن هنا نحملهم من داتابيس، يعني هيكون عندي ملف اكسل فيه اسامي المدن اللي موجودة. تمام، هو اوتوماتيك بقى يشوف مثلا في السويس، في بورسعيد، يبدأ ياخد قاعدة البيانات دي ويبدأ ان هو يحط في كل قاعدة كل لوكيشن اللي موجود. تمام، هو محتاج مني ادي له ملف سواء داتابيس او كود او اس كيو ال عشان يعرف الاماكن. ممكن نتعرف برضو ايجنت تاني خاص بالعربيات بحيث يبقى يمشي على الطريق دوت. فبيقول لي انت عايز اني حاجة، ممكن نقول له ايجنت. زي ما احنا شفنا ممكن تقول له انا عايز من الداتابيس اللي موجودة. ممكن نختار بقى اي عربيات، مثلا لوري مثلا، هتقول له بقى كم ايجنت انت عايز، كم عربية مثلا. هنبدأ بقى ندوس على التراكر اللي هو الايجنت دوت مرتين، يفتح معانا ونبدأ نحدد الحركة بتاعته هتبقى عاملة ازاي. دبل كليك، نبدأ بقى نعرف مثلا دي انيشيت ستيت بوينت، وتشوف بقى هيروح فين اول حاجة الستيتس وهكذا.